بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أيها الإخوة الكرام، هذه تسجيلاتكم، تسجيلات ابن الخطاب الإسلامية بالدمام، تحييكم وترحب بكم، ويسعدها أن تقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة. اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده، وأوردنا حوضه، واسقنا منه شربة هنيئة باردة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم أحينا على سنته، وتوفنا على ملته، واحشرنا تحت لوائه، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم أنت أحق من ذكر، وأجود من سئل، وأوسع من أعطى، وأرأف من ملك. أنت الملك لا شريك لك، والأحد الذي لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر، وتعصى فتغفر. أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس، وأخذت بالنواصي، وكتبت الآثار، ونسخت الآجال، فالقلوب لك مفضية، والسر عندك علانية. الحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والخلق خلقك، والأمر أمرك، والحكم حكمك، والعبد عبدك، وأنت الله الرؤوف الرحيم. نسألك اللهم بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن تقبلنا وتجيرنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. أحبتي في الله، إن أخبار الأخيار دواء للقلوب وجلاء للألباب. ولقد عشنا في الأسبوع الماضي وفي مثل هذا الجمع المبارك مع سيرة عطرة، وقفات مع سيرة عطرة لحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وها نحن نواصل الوقفات مع سيرة أخرى لرجل كان إسلامه فتحا، وكانت هجرته نصرا، وكانت أمارته رحمة، كان أمة في رجل، والناس ألف منهم كواحد، وواحد كالألف إن أمر عنا. رجل أقبل إليه مبعوث حاكم الروم ليبلغه رسالة ملكهم، أقبل ويدور في ذهنه ومخيلته
أنه سيشاهد القباب والقصور والحرس والجند والسلاح والخيل والرجال. أقبل إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليوصل رسالة إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، فسأل عنه فأخبروه أنه خارج المدينة ودلوه على مكانه. فماذا رأى؟ رأى إمام المسلمين وحاكمهم الذي ترتعد له فرائص الروم والفرس. على أي صفة رآه؟ وعلى أي حال شاهده؟ الجند حوله شاكي السلاح ويجلس على أريكة. رآه ينام متلفعاً بردة ممزقة وعليه ثياب ممزقة، لا حرس ولا جند ولا قوة إلا قوة الله. فقال كلمات معدودات وهو يشاهد إمام المسلمين وحاكمهم ينام في مكان بعيد وليس معه من الجند أحد. حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. إن الله أعز به الإسلام ونصر به المسلمين، وقد واجه ما لم يواجه غيره، فعلى يديه وفي عصره وفي حكمه فتحت البلاد ومصرت الأمصار. لقد جمع بين العلم والعمل، ما أدهش العلماء والعاملين، وقام من الجد في السياسة والعدل ما أعجز الولاة السلاطين، وأضاف إلى ذلك من الزهد والصبر ما يعجز دونه أهل العزم من الملوك والزاهدين. أجل، إن سيرته عطرة وإن حياته نظرة. عمر ابن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزى ابن رياح ابن عبد الله ابن قرط ابن رزاح ابن عدي ابن كعب يكنى أبا حفص، يقول رضي الله عنه: أول يوم كناني فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال لي: يا أبا حفص، أتقتل عم نبيك؟ فقلت: يا رسول الله، دعني حتى أقتله. فقال: لا يتحدث الناس أني أقتل أصحابي. وكناني أبا حفص، أي أبا الأسد. وكانت له قبل الإسلام ميزة، فقد كانت السفارة إليه، فعن نصر بن مزاحم يقول: كانت السفارة في الجاهلية إلى عمر رضي الله تعالى عنه، إن وقعت حرب بين قريش وغيرهم بعثوه سفيرا، أو نافرهم منافر، يعني تجافى عنهم أو تباعد عنهم، أو فاخرهم مفاخر، بعثوه منافرا ومفاخرا ورضوا به. ومن هنا حرص النبي صلى الله عليه وسلم عليه وأسدى له دعوة مع رجل آخر، قال: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل بن هشام،
وكان أحبهما إليه عمر بن الخطاب. السبب الذي جعل الإسلام يقع في قلبه، أو لنقل البداية التي أشعلت جذوة الإيمان وتلمس طريق الهداية في قلبه، كيف كانت؟ يقول عن نفسه، عن شريح بن عبد الله، يقول عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: خرجت أتعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن أسلم، فوجدته قد سبقني إلى المسجد فقمت خلفه، فاستفتح سورة الحاقة، فجعلت أتعجب من تأليف القرآن. قال: فقلت: والله هذا شاعر كما قالت قريش. قال: فقرأ صلى الله عليه وسلم: إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر، قليلا ما تؤمنون. قال: قلت: كاهن. قال: ولا بقول كاهن، قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين، إلى آخر السورة. قال: فوقع الإسلام في قلبي. وهنا يروي أنس بن مالك قصة إسلامه، واليوم الذي أعز الله عمر بالإسلام وأعز بالإسلام عمر، يقول: خرج عمر متقلدا سيفه، يريد ماذا؟ يريد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلقيه رجل من بني زهرة، فقال: أين تعمل يا عمر؟ أين تريد؟ قال: أريد أن أقتل محمدا. قال: وكيف تأمن بني هاشم وبني زهرة إن قتلت محمدا؟ قال له عمر: ما أراك إلا قد صبأت، يقول: أظنك قد دخلت في الإسلام وتركت دينك الذي أنت عليه. فقال له هذا الرجل: ألا أدلك على العجب يا عمر؟ أتريد أن أدلك على ما هو أعجب من قتلك لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ إن أختك وختنك قد صبأ وتركا دينك الذي أنت عليه، أختك وزوجها دخلا في دين الإسلام. فمشى عمر ذامرا غضبانا حتى أتاهما وعندهما رجل من المهاجرين يقال له خباب، فسمع خباب حس عمر، وكان الناس يهابونه ويهابون بطشه وسطوته، فتوارى في البيت، خشي خباب على نفسه، فدخل عليهما فقال: ما هذه الهينمة التي سمعتها؟ ما هذه الهينمة التي سمعتها عندكم؟ قال: وكانوا يقرؤون طه. فقال: ما عدا حديثا تحدثناه بيننا. قال: فلعلكما قد صبأتما. فقال له ختنه: أرأيت يا عمر إن كان الحق في غير دينك؟ فوثب عمر على ختنه فوطئه وطئا شديدا، فجاءته أخته فدفعته عن زوجها فنفحها، أي صفعها صفعة بيده حتى دمي وجهها، فقالت وهي غضبة: يا عمر، إن كان الحق في غير دينك،
أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا رسول الله. فلما يئس عمر منهما، والحق يعلو ولا يعلى عليه، الحق أبلج والباطل لجلج، قال: أعطوني هذا الكتاب الذي عندكم فأقرأه. وكان عمر من الأشخاص المعدودين في الجاهلية الذين كانوا يقرؤون الكتب. فقالت أخته: إنك رجس ولا يمسه إلا المطهرون، قم فاغتسل أو توضأ. فقام فاغتسل ثم قرأ، أخذ الكتاب فقرأ: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، إلى قوله تعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فقال عمر: دلوني على محمد. فلما سمع خباب، وكان مختبئا في الدار، فلما سمع قول عمر خرج من البيت وقال: أبشر يا عمر، فإني أرجو أن تكون دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الخميس. اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب أو بعمر بن هشام. قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الدار التي في أصل الصفا. فانطلق عمر حتى أتى الدار، وعلى الباب حمزة وطلحة في أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأى حمزة رضوان الله عليه وجل القوم من عمر، قال: نعم، فهذا عمر، فإن يرد الله بعمر خيرا يسلم ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وإن يرد غير ذلك يكن قتله علينا هينا. قال: والنبي صلى الله عليه وسلم داخل يوحى إليه. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عمر، فأخذ بمجامع ثوبه، حمى إلى السيف، فقال: ما أراك منتهيا يا عمر حتى ينزل الله بك، يعني من الخزي والنكال، ما أنزل بالمغيرة. اللهم اهد عمر بن الخطاب، اللهم أعز الدين بعمر بن الخطاب. فقال عمر رضي الله عنه: أشهد أنك رسول الله، أشهد أنك رسول الله. يقول ابن عباس: لما أسلم عمر كبر أهل الدار تكبيرها، سمعها أهل المسجد وقال: يا رسول الله. وانظر إلى القوة في الحق، وكان المسلمون يخفون إسلامهم ويتوارون حتى لا يتعرضوا لتعذيب مشركي قريش. قال: يا رسول الله، بعد إسلامه مباشرة، ألسنا على الحق؟ قال: بلى. قال: ففيما الاختفاء؟ فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدار مع صحابته. يقول صهيب بن سنان: لما أسلم عمر ظهر الإسلام ودعي إليه علانية، وجلسنا حول البيت حلقا، وطفنا بالبيت، وانتصفنا ممن غلظ علينا، ورددنا عليه بعض ما يأتي به. يقول عبد الله بن مسعود: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إنه الرجل الذي يتنزل القرآن تأييدا لقوله ورأيه. يقول أنس: قال عمر بن الخطاب: وافقت ربي عز وجل في ثلاث قلت يا رسول الله. أولها: لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فنزل قول الله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقلت: يا رسول الله، إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر، فلو أمرتهن أن يحتجبن، فنزلت آية الحجاب، فنزلت آية الحجاب تأييدا له. واجتمع على رسول الله صلى الله عليه وسلم نساؤه في الغيرة،
فقلت لهن: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. فنزلت الآية كذلك. ومن هنا يعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعظم من شأنه، فيقول فيما روته عائشة: كان في الأمم محدثون، فإن يكن في أمتي فعمر. ويقول أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه كان في من مضى قبلكم من الأمم محدثون، وإنه إن كان في أمتي هذه منهم أحد فإنه عمر بن الخطاب. وقد وقف موقفاً أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم لما توفي عبد الله بن أبي، دعي النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة عليه فقام إليه، فلما وقف، وكان عبد الله رأس المنافقين، فلما وقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول عمر: تحولت حتى قمت في صدره، وقف قبالة النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، أعلى عدو الله ابن أبي القائل يوم كذا وكذا كذا وكذا، وأصبح يعدد أيامه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم: حتى إذا أكثرت عليه قال: أخر عني يا عمر، إني خيرت فاخترت، قد قيل: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. ولو علمت أني لو زدت على 70 غفر لهم لزدت. ثم صلى عليه ومشى، صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ومشى، مشى معه في جنازته وقام على قبره حتى فرغ منه. يقول عمر مستغربا هذا الموقف من نفسه، يعني يقول: كيف أقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الجرأة وأقول له هذا القول وهو الذي يوحى إليه؟ يقول: فعجبت من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعلم فوالله ما كان إلا يسيرا حتى نزلت هاتان الآيتان: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إلى قوله تعالى: فاسقون. فما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أحد على منافق بعد هذه الآية، ولا قام على قبره. أيها الأحبة في الله، إن سيرة عمر مليئة بالعبر والمواقف، وهذه مواقف من اهتمامه برعيته وملاحظته لهم. يقول الأوزاعي: خرج عمر في سواد الليل فرآه طلحة رضي الله عنه، طلحة يراه يدخل بيتاً ويخرج منه، فأراد أن يعرف أو يعلم ما يفعل عمر. يقول: فلما أصبح طلحة ذهب إلى ذلك البيت، وإذا بعجوز عمياء مقعدة، قال لها: ما بال هذا الرجل يأتيك؟ قالت: إنه يتعاهدني منذ كذا وكذا، يأتيني بما يصلحني ويخرج عني الأذى. يقول طلحة: قلت: ثكلتك أمك طلحة، أعثرات عمر تتبع؟ يقول نافع عن ابن عمر أن رفقة قدمت المدينة، رفقة من التجار، مجموعة من التجار، فنزلوا المصلى، فقال عمر لعبد الرحمن بن عوف: هل لك أن نحرسهم الليلة من السرق؟ نبقى هذه الليلة نحرس هذه المجموعة حتى لا يسرقهم أحد.
يقول: فبات يحرسانهم ويصليان ما كتب الله لهما، فسمع عمر بكاء صبي فتوجه عمر نحوه. صبي من صبيان المدينة في بيت من البيوت، قال عمر لأمه: اتق الله وأحسن إلى صبيك، ثم عاد إلى مكانه في حراسة هؤلاء. فلما كان آخر الليل سمع بكاءه، فأتى أمه فقال: ويحك، إني لأراك أم سوء، ما لي أرى ابنك لا يقر منذ الليلة. قالت: يا عبد الله، قد أبرمتني منذ الليلة، يعني أزعجتني منذ الليلة، إني أريقه عن الفطام، أحاول أن أفطمه عن اللبن، عن الحليب. قال: ولم؟ قالت: لأن عمر لا يفرض إلا للفطيم، أي لا يعطي إلا لمن فطم عن الحليب. قال: وكم له؟ قالت: كذا وكذا شهرا، له أشهر فقط معدودة. قال: ويحك، لا تعجليه، أي لا تفطميه، اتركيه على حاله. فذهب بعد أن أذن الفجر وصلى بالناس، وما يستبين الناس قراءته من غلبة البكاء. فلما سلم قال: يا بؤسا لعمر، كم قتل من أولاد المسلمين. ثم أمر مناديا فنادى: ألا تعجلوا صبيانكم عن الفطام، فإنا نفرض لكل مولود في الإسلام. وكتب بذلك إلى الآفاق، إلى أمرائه في الآفاق، أن يفرض لكل مولود في الإسلام، كل مولود في الإسلام يعطى أعطيه. وزيد بن أسلم يروي هذه الحادثة عن أبيه يقول: خرجنا مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا أسلم، إني أرى هاهنا ركبا قد ضربهم الليل والبرد، انطلق بنا تفقدا لأحوال رعيته. يقول: فخرجنا نهرول حتى دنونا منهم، فإذا بامرأة معها صبيان وبين يديها قدر منصوبة، يقول: فدنونا وتحت القدر نار تشتعل وصبيانها يتضاغون. فقال عمر: السلام عليكم يا أصحاب الضوء، وكره أن يقول يا أصحاب النار. فقالت المرأة: وعليكم السلام. فقال: أدنو، أي هل أقترب؟ قالت: أدنو بخير أو دع، يعني إذا كنت من أهل الخير فاقترب، وإن كان قصدك سيئا فاذهب. فدنا منها فقال: ما بالكم؟ قالت: ضربنا الليل والبرد. قال: وما بال هؤلاء الصبية يتضاغون؟ قالت: الجوع. قال: أي شيء في القدر؟ قالت: ماء، ماء أسكتهم به حتى يناموا. والله بيننا وبين عمر، أي سيحاسب الله عمر على تقصيره بأولادي. قال: أي رحمك الله، وما يدري عمر بكم؟ قالت: يتولى أمرنا ثم يغفل عنا. قال: فأقبل علي، على أسلم، فقال: انطلق بنا. فخرجنا نهرول حتى أتينا دار الدقيق، فأخرج عدلا من الدقيق، وشحم، فقال: احمله علي. يقول لأسلم: احمله علي. فقلت: أنا أحمله عنك يا أمير المؤمنين. قال: أنت تحمل وزري يوم القيامة، لا أم لك.
فحملته عليه، فانطلق وانطلقت معه إليها نهرول، فألقى ذلك عندها وأخرج من الدقيق شيئا، فجعل يقول لها ذري علي وأنا أحرك لك، وجعل ينفخ تحت القدر ثم أنزلها، فقال أبغني شيئا أعطيني إناء، فأتت بصحفة فأفرغها فيها، فجعل يقول لها أطعميهم وأنا أفطح لهم، أي أغرف لهم، فلم يزل حتى شبعوا، وترك عندها فضل ذلك، وقام وقمت معه، فجعلت تقول جزاك الله خيرا، كنت بهذا الأمر أولى من أمير المؤمنين، فيقول لا، فقال لها قولي خيرا إن جئت أمير المؤمنين، ثم تنحى ناحية ثم استقبلها فربض مربضا، فقلت لك شأن غير هذا، يعني ماذا تريد أن تفعل بعد أن أطعمت أطفالها وإياها وهو لا يكلمني، حتى رأيت الصبية يصطرعون ثم ناموا وهدأوا، فقال يا أسلم إن الجوع أسهرهم وأبكاهم، فأحببت ألا أنصرف حتى أرى ما رأيت. وهذه مواقف أيها الأحبة لا تحتاج إلى تعليق ولا تحتاج إلى مزيد إيضاح وشرح. يقول زيد بن أسلم عن أبيه عن جده: كان عمر رضي الله عنه يصوم الدهر، فكان عام الرمادة، وعام الرمادة هذا عام القحط الذي أصاب المسلمين، حتى أصبحت الأرض كالرمادة، حتى فكان عام الرمادة إذا مشى أتى بخبز فأثرد بالزيت، إلا أنه نحر يوما من الأيام جزورا، نحر أو طلب أن تنحر الجزور فأطعمها الناس، وغرفوا له طيبها، أخذوا اللحم الطيب وقدموه لأمير المؤمنين، فأتي به فإذا لحم السنام والكبد، فقال أن هذا؟ قالوا يا أمير المؤمنين من الجزور التي نحرنا اليوم، فقال بخن بخن، بئس الوالي أنا إن أكلت طيبها وأطعمت الناس كراديشها، ارفع هذه هات لنا غير هذا الطعام، فأتي بخبز وزيت فجعل يكسر ويثرد في ذلك الزيت، قال ويحك يا يرفع، احمل هذه الجفنة حتى تأتي بها أهل بيت بثمغ، فإني لم آتهم منذ 3 أيام وأحسبهم مقفرين، أي جوعا، فضعها بين أيديهم. يقول عوف بن الحارث عن أبيه: إنما سمي عام الرمادة لأن الأرض كلها صارت سوادا فشبهت بالرماد. نظر كما يقول ابن سعد في الطبقات عمر رضي الله عنه إلى أحد أولاده الصغار وبيده بطيخة، فقال بخن بخن يا ابن أمير المؤمنين، تأكل الفاكهة وأمة محمد صلى الله عليه وسلم هزلا. فخرج الصبي هاربا وبكى، فقالوا اشتراها بكف نوى. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: رأيت عمر عام الرمادة وهو أسود اللون، ولقد كان أبيض، كان رجلا يأكل السمن واللبن، فلما أمحل الناس حرمهما فأكل الزيت حتى غير لونه وجاع فأكثر الجوع. يقول أسلم: كنا نقول لو لم يرفع الله سبحانه وتعالى المحل عام الرمادة لظننا أن عمر يموت همًا بأمر المسلمين. أيها الأحبة في الله،
في زماننا يحرص الناس على بريق المادة، فإذا تقدم رجل لخطبة ابنته قالت: كم تملك وما هي وظيفتك؟ والدين والاستقامة جعلت مع الأسف الشديد في المراحل المتأخرة. وإذا أراد أن يزوج ابنه بحث عن ذات المنصب والجمال وأغفل الدين والخلق. أما عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه فإنه يطبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم تطبيقا عمليا: فاظفر بذات الدين تربت يداك. المرأة تنكح لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، والمرء مخير بين هذه الأربع، لكن الظفر كل الظفر بذات الدين التي إن نظر الزوج إليها سرته، وإن غاب عنها في نفسه حفظته وفي ماله، التي إذا ما غضب منها زوجها كما في الحديث وضعت كفها في كفه وقالت: لا أذوق غمضا حتى ترضى. يقول أسلم: بينما أنا مع عمر بن الخطاب وهو يعس بالمدينة، إذ عي، أي أحس بإعياء، فاتكأ على جانب جدار في جوف الليل، وإذا امرأة تقول لابنتها: يا بنتاه قومي إلى ذلك اللبن فامذقيه بالماء، أي اخلط اللبن بالماء، قالت: يا أماه، أو ما علمت بما كان من عزمة أمير المؤمنين؟ قالت: وما كان من عزمته يا بنية؟ قالت: إنه أمر مناديا فنادى: لا يشاب اللبن بالماء. قرار من أمير المؤمنين أبلغ إلى المسلمين لتنفيذه وتطبيقه. فقالت لها: يا بنية قومي إلى اللبن فامذقيه بالماء، فإنه بموضع لا يراك عمر ولا منادي عمر. فقالت الصبية لأمها: يا أماه، والله ما كنت لأطيعه في الملأ وأعصيه في الخلاء. وعمر رضي الله تعالى عنه يسمع ذلك الحوار بين الأم وابنتها، فقال: يا أسلم، علم الباب واعرف الموضع. ضع على الباب علامة واعرف المكان. ثم مضى في عسسه، مضى يتفقد أحوال رعيته، فلما أصبح قال: يا أسلم، امضي إلى الموضع. ثم مضى: فانظر من القائلة ومن المقول لها، من هي التي قالت ومن هي التي حاورتها، وهل لهم من بعل؟ فأتيت الموضع فنظرت، فإذا الجارية أيم، فتاة لم تتزوج بعد، لا بعل لها، وإذا تيك أمها ليس لها بعل. فأتيت عمر فأخبرته، فدعا عمر ولده فجمعهم، قال: هل فيكم من يحتاج امرأة فأزوجه؟ لو كان بأبيكم حركة إلى النساء ما سبقه منكم أحد إلى هذه الجارية التي تخاف الله وتراقبه. فقال عبد الله لي زوجه، وقال عبد الرحمن لي زوجه، وقال عاصم: يا أبتاه، لا زوجة لي، فزوجني. فبعث إلى الجارية فزوجها من عاصم، فولدت له بنتا، وولدت البنت عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه، الذي يعد خليفة خامسا. إنه الانتقاء
والحرص على المعدن والجوهر، ويوم أن يراقب العبد ربه ومولاه ييسر أموره في حياته كلها. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسب أن الله يغفل ساعة، ولا أن ما يخفى عليه يغيب. يوم أن يستشعر المؤمن هذه المعاني العظيمة ويدرك أن الله مطلع عليه ويراقبه ويحاسبه في خلوته وجلوته، فيقف عند حدوده يأتمر بأمره، فإن الله سبحانه وتعالى سيجعل التوفيق والسداد والبركة حليفه. إن الفاروق عمر يجفف منابع الشر ويغلق أبواب الرذيلة ويحصن المجتمع من الأسباب التي توصل إلى تدمير الأخلاق. وهل الأمم تنتعش وتعيش إلا بأخلاقها؟ فإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. المقياس الذي تستطيع أن تحدد من خلاله مدى بقاء الأمة من زوالها إنما يكون بأخلاقها. والحضارات التي سادت في الأرض ثم بادت، حضارات ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، ولازالت بيوتهم وقصورهم ومنحوتاتهم لازالت شاهدة على تلك القوة التي كانوا يملكونها. ويوم أن اختل مقياس الأخلاق وسقطت الأمة في الرذيلة والهوى والشهوة، أخذهم الله أخذ عزيز المقتدر. عمر رضي الله تعالى عنه يحرص على تحصين المجتمع وعلى إبعاده عن الشرور التي تحدق به وتحيط به من كل جانب. ذات ليلة وبينما هو يطوف في سكة من سكك المدينة، وإذا به يسمع امرأة تهتف من خدرها وتقول: امرأة في المدينة وفي عهد أمير المؤمنين عمر، ولم يمض عهد على خلافة الصديق وقبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يجف، وآنيته لم تكسر، وثيابه لم تبلى. والمرأة تقول: هل من سبيل إلى خمر فأشربها؟ أم هل من سبيل إلى نصر بن حجاج؟ إلى فتى ماجد الأعراق مقتبل، سهل المحيا كريم غير ملجاج. فصعق عمر: من هو نصر بن حجاج؟ فقال: لا أرى معي رجلا تهتف به العواتق في خدورهن علي بنصر بن حجاج، أحضروه. فأتي به، وكان نصر هذا شابا مستقيما عابدا لله زاهدا ورعا. فلما أتي به فإذا هو أحسن الناس وجها وأحسنهم شعرا، فقال: علي بالحجام. فجز شعره، فخرجت وجنتان كأنهما شقتا قمر. لما حلق شعره ظهرت وجنتاه، فازداد جماله وحسنه. ثم أمر به فألبس عمامه، فازداد جماله ووسامته. فقال عمر: والله لا تساكنني في بلد أنا فيه. قال: ولم ذاك يا أمير المؤمنين؟ قال: هو ما قلت لك. فسيره إلى البصرة، أبعده إلى البصرة
ولا ذنب له إلا تلك القصيدة التي قالتها تلك الفتاة في خدرها. خشيت المرأة التي سمع منها عمر أن يبدر لها بشيء، خشيت أن تكشف أو تعرف، فدست إليه أبياتا تقول فيها لأمير المؤمنين: قل للإمام الذي تخشى بوادره: ما لي وللخمر أو نصر بن حجاج، إني عنيت أبا حفص بغيرهما، شرب الحليب وطرف فاتر ساجي، إن الهوى زمه التقوى فقيده، حتى أقر بإلجام وإسراج، لا تجعل الظن حقا لا تبينه، إن السبيل سبيل الخائف الراجي. فبعث إليها عمر رضوان الله عليه قال: قد بلغني عنك خير، إني لم أخرجه من أجلك، ولكن بلغني أنه يدخل على النساء فلست آمنهن. وبكى عمر وقال: الحمد لله الذي قيد الهوى وقد أقر بإلجام وإسراج. ثم كتب عمر إلى عامله بالبصرة كتابا، فمكث الرسول عنده أياما، ثم نادى مناديه: ألا إن بريد المسلمين يريد أن يخرج، فمن كانت له حاجة فليكتب. فكتب نصر بن حجاج كتابا ودسه في الكتب: بسم الله الرحمن الرحيم، لعبد الله عمر أمير المؤمنين، سلام عليك، أما بعد، لعمري لئن سيرتني أو فضحتني وما نلته مني عليك حرام، فأصبحت منفيا على غير ريبة، وقد كان لي بالمكتين مقام. أئن غنت الزلفاء يوما بمنية وبعض أماني النساء غرام، ظننت بي الظن الذي ليس بعده بقاء، فما لي في الندي كلام، ويمنعني مما تظن كرامتي، وآباء صدق سالفون كرام، ويمنعها مما تظن صلاتها، وحال لها في قومها وصيام، فهذان حالان فهل أنت راجعي، فقد جب مني كاهل وسنام. إمام الهدى لا تبتل الطرد مسلما، له حرمة معروفة وزمام. قال عمر: أما ولي سلطان فلا رجعة إلى المدينة. ثم لم يعد إليها إلا بعد وفاة عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أيها الأحبة في الله، فتح عمر رضي الله تعالى عنه البلاد ومصر الأمصار، وأول عمل قام به أن ندب الناس مع المثنى بن حارثة الشيباني إلى فارس قبل صلاة الفجر. انظر إلى الاهتمام بإدخال الناس في دين الله قبل صلاة الفجر من الليلة التي مات فيها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم أصبح فبايع الناس وعاد فندب الناس إلى فارس. وكانت فارس من أكره الوجوه وأثقلها، أي الاتجاه إلى حرب فارس من أكره الوجوه وأثقلها لشدة سلطانهم وشوكتهم. فلما كان اليوم الرابع ندب الناس، فكان أول من انتدب عبد الله بن مسعود. ثم انتدب أبا عبيدة ابن الجراح رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكتب إلى أهل اليرموك بأن عليكم أبا عبيدة ابن الجراح، وكتب إليه رضي الله عنه: إنك على الناس، فإن أظفركم الله بهم فاصرف أهل العراق إلى العراق. فكان أول فتح أتاه اليرموك على عشرين ليلة من وفاة أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا الإمام
الذي وقف على المنبر يخطب الناس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فجل الله له المعركة وكان قائده فيها سارية، فقطع خطبته وقال: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، يا سارية الجبل. فالتف سارية وصعد الجبل فانتصر على الأعداء. فلما عاد سارية أخبر أنه سمع صوت عمر يهتف به وكان سببا في نصره، وتلك كرامة الله سبحانه وتعالى للفاروق عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. حياة حافلة مليئة بالأحداث، الأحداث التي جعلت من الفاروق إماما من أئمة المسلمين وعلما من أعلام الأمة، رجل يقول عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا آخر. صعد المنبر يوم الجمعة كما يقول معد بن أبي طلحة، فحمد الله وأثنى عليه، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أبو بكر رضي الله عنه، ثم قال: رأيت رؤيا لا أراها إلا بحضور أجلي، رأيت كأن ديكا نقرني نقرتين فقصصتها على أسماء بنت عميس فقالت: يقتلك رجل من العجم. قال: وإن الناس يأمرونني أستخلف، وأن الله عز وجل لم يكن ليضيع دينه وخلافته التي بعث بها نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يعجل في أمر فإن الشورى في هؤلاء الستة الذين مات نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، فمن بايعتم منهم فاسمعوا له وأطيعوا، وإني أعلم أن أناسا سيطعنون في هذا الأمر، أنا قاتلتهم بيدي هذه على الإسلام، أولئك أعداء الله الضلال الكفار، وإني أشهد الله على أمراء الأنصار، إنما بايعتهم ليعلموا الناس دينهم ويبينوا لهم سنة نبيهم ويرفعوا إلي ما عجب عليهم. قال: فخطب الناس وأصيب يوم الأربعاء لأربع ليال بقين من ذي الحجة. يقول ابن شهاب: كان عمر لا يأذن لمشرك قد احتلم بدخول المدينة، حتى كتب المغيرة بن شعبة وهو على الكوفة يذكر له أن عنده غلاما صانعا ويستأذنه أن يدخله المدينة، ويقول أن عنده أعمالا كثيرة. عمر منع المشركين والعلوج لغاية في نفسه، فإن هؤلاء الذين أطفئت نيران دولهم يحملون من الأحقاد على الفاروق وعلى دولة الإسلام، ويحملون من الضغائن ما يتمنون ويتحينون الفرص للانقضاض على الإسلام وأهله. يقول أن عنده أعمالا كثيرة فيها منافع للناس، إنه حداد ونقاش ونجار، فأذن له أن أرسله إلى المدينة، وضرب عليه المغيرة 100 درهم كل شهر. المغيرة يأخذ من هذا المشرك 100 درهم كل شهر. فجاء إلى عمر يشتكي شدة الخرج الذي عليه، فقال له عمر: ماذا تحسن من العمل؟ فذكر له الأعمال التي يحسن، فقال له عمر: ما خراجك بكثير؟ يعني هذه القيمة التي يأخذها منك المغيرة ليست بكثيرة على تلك الصنائع التي تعملها. فانصرف ساخطا يتذمر، فلبث عمر ليالي، ثم إن العبد مر به فدعاه فقال: ألم أحدث عنك، يقول عمر لهذا الغلام: ألم أحدث عنك أنك تقول لو شاء لصنعت رحا تطحن بالريح؟ فالتفت العبد ساخطا عابسا إلى عمر، ومع عمر رهط من الصحابة، فقال: لأصنعن لك رحا يتحدث الناس بها. فلما ولى العبد أقبل عمر إلى الرهط الذين معه
وقال لهم: أوعدني العبد آنفا. فلبث ليالي هذا العبد، ثم اشتمل أبو لؤلؤة على خنجر ذي رأسين نصابه في وسطه، فكمن في زاوية من زوايا المسجد في غلس السحر، فلم يزل هنالك حتى خرج عمر يوقظ الناس للصلاة صلاة الفجر. وكان عمر يفعل ذلك، فلما دنا منه عمر وثب عليه فطعنه 3 طعنات، إحداهن تحت السرة حتى خرجت الصفاقين وهي التي قتلته، ثم انحاز على أهل المسجد فطعن من يليه حتى طعن 11 رجلا غير سوى عمر، ثم انتحر بخنجره. فقال عمر حين أدركه النزف: قولوا لعبد الرحمن بن عوف فليصلي بالناس. ثم غلب عمر النزف حتى غشي عليه. قال ابن عباس: فاحتملت عمر في رهط حتى أدخلته بيته، ثم صلى بالناس عبد الرحمن بن عوف، فأنكر الناس صوت عبد الرحمن. قال ابن عباس: فلم أزل عند عمر ولم يزل في غشية واحدة حتى أسفر، فلما أسفر أفاق فنظر في وجوهنا فقال: أصلى الناس؟ قلت: نعم. قال: لا إسلام لمن ترك الصلاة. ثم دعا بوضوء فتوضأ ثم صلى، ثم قال: أخرج يا ابن عباس فسل من قتلني. فخرجت حتى خرجت من باب الدار فإذا الناس مجتمعون جاهلون بأمر عمر، فقلت: من طعن أمير المؤمنين؟ قالوا: طعنه عدو الله أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة. قال: فدخلت فإذا عمر يبدي في النظر يستأني الخبر فيما بعثني إليه، فقلت: أرسلني أمير المؤمنين لأسأل عمن طعنه. فعاد إليه يقول فأخبرته، ثم قال: الحمد لله، الحمد لله الذي لم يجعل قاتلي يحاجني عند الله بسجدة سجدها له قط، ما كانت العرب لتقتلني. قال سالم: فسمعت عبد الله بن عمر يقول: قال عمر: أرسلوا إلى طبيب ينظر إلى جرحي. فأرسلوا إلى طبيب فسقى عمر نبيذا فشبه النبيذ بالدم حتى خرج من الطعنة التي تحت السرة. فدعوت طبيبا آخر من الأنصار فسقاه لبن فخرج اللبن من الطعنة أبيض. فقال له الطبيب: يا أمير المؤمنين اعهد، أي أوصي. فقال عمر: صدقني أخو بني معاوية، ولو قلت غير ذلك لكذبتك. قال: فبكى عليه القوم حتى سمعوا، فقال: لا يبكي علينا، من كان باكيا فليخرج، ألم تسمعوا ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يعذب الميت، إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. يقول ابن عمر: كان رأس أبي عمر على فخذي في مرضه الذي مات فيه، فقال له: ضع رأسي على الأرض. فقلت: وما عليك كان على الأرض أو على فخذي؟ فقال: ضعه على الأرض. فقال: ويلي وويل أمي إن لم يرحمني ربي. يقول عثمان بن عفان: أنا آخركم عهدا بعمر، دخلت عليه ورأسه في حجر ابنه عبد الله، قال له: ضع رأسي على الأرض. فقال: فهل فخذي والأرض إلا سواء؟ قال: ضع رأسي على الأرض. قال: فهل فخذي والأرض إلا سواء؟ قال: ضع خدي بالأرض لا أم لك في الثانية أو الثالثة. وسمعته يقول: ويلي وويل أمي إن لم يغفر لي ربي. ويدخل عليه شاب يريد أن يبشره ويثبته ويدعو له، يبشره بصحبته لرسول الله وبرضاه عنه، وبصحبته لأبي بكر ورضاه عنه. فلما أدبر الشاب وكان مسبلا قال: يا ابن أخي ارفع إزارك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. في اللحظات الحاسمة الأخيرة لا يترك الفاروق أمرا بالمعروف
ونهيًا عن المنكر، رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وجعلنا الله وإياكم ممن يتبعون طريقته ويقتفون أثره وخطاه، هو ولي ذلك والقادر عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أتباعهم الذين يقتدون بسنتهم ويهتدون بهديهم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.